في زياده في في زياده في الاسعار. وبعدين انا هقول لك على حاجه غلط اهي عشان لا تفكر ان انا طالع اطبل. اصل الفرح ما هوش ناقص مطبلاتيه. الفرح مش ناقص مطبلاتيه، في ناس كتير بتطبل. وانتوا كلكم ما بعتوش تتفرجوا عليهم، ما هو بيطبلوا خلاص، ما تعلموا ان هم كده الصح. لا، ده هم اثروا على النظام السياسي وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر من انهم خدموه. دول هم ما قدموش خدمه للرئيس السيسي، ده هم كانوا عبء على الرئيس السيسي بالتطبيل بتاعهم ده. وكله بعد عن الميديا، كله بعد عن الاعلام وعن التلفزيون. لا يا عم، ده كله بيطبل. ايوه كلامكم صح، كله بطب، وانا طالع وعارف ان كله بيطب. ولو كنت طالع اطبل كان زماني قلت يعني هو الفرح ناقص مطبلاطيه، ما البركه في اللي بيطبله. انما انا مش طالع اطبل، انا طالع اقول كلمه حق، طالع اقول كلمه حق. كويس. وشوفوا بقى، اقسم على هذا المصحف، واحنا في رمضان، اقسم بهذا الكتاب كتاب الله المصحف الشريف، حضراتكم لو ما سمعتوش كلامي وصدقتوه وامنتوا بيه وعملتوه لهتشوفوا اسود ايام حياتكم. انتوا دلوقتي بتعملوا الاتي، صح؟ هقول لكم بتعملوا ايه. انتوا دلوقتي عمالين تصوتوا علشان كل السلع اسعارها ارتفعت وفي زيادات، مظبوط؟ وحياة كتاب الله، لو واحد فيكم نزل الشارع لما هتلاقوا السلع اصلا، يعني السلع اللي انتم بتقولوا عليها غاليه مش هتبقى موجوده من اساسه. وحياة كتاب الله، لا ده اللي هيحصل. وحياة كتاب الله العلي المجيد، لا ده اللي هيحصل. واقول لكم كمان، بعد اربع، ما فيش اربع سنين، ثلاث سنين ستملك بني إسرائيل مصر كلها بكاملها. وأقسم بالله العظيم، وأقسم بالله العظيم، وأقسم بكتاب الله إن ده اللي انتوا هتشوفوه. وسجلوه واحفظوه واكتبوه ورايا، وابقوا افتكروه بعد سنتين. كلام واضح.